بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أمرنا باتباع صراطه المستقيم، وبعث إلينا أفضل رسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما جعل علينا من حرج ملة أبينا إبراهيم. نحمده كثيرا، ونصلي ونسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أمر بالقسط مع الصديق والعدو، ونهى عن الزيغ والتطرف والغلو. أرسى قواعد الإيمان، ونشر مبادئ الإسلام والسلم والأمان، ودعا إلى التعامل بالخير والبر والإحسان. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلك منهجه طاعة لله وابتغاء رضاه. أما بعد، فحديثنا الليلة إليكم ليس في الدرس المستمر، ولكنه في موضوع يهم الجميع، عام، يهم الخاصة والعامة، إنه عن الدين الإسلامي ووسطيته، وعن نزغتي الشيطان فيما يأمر الله به وينهى عنه. فإن دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وأمة الإسلام هي أمة الوسط بجعل الله لها كذلك. يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فسر هذه الآية أهل العلم بأن كون الأمة وسطا أي عدولا خيارا، وذلك مقتضى شهادتهم على الخلق، إذ لا تقبل إلا شهادة العدل الخير. ولم تتميز هذه الأمة بهذه الصفة الجليلة إلا باتباعها الصراط المستقيم الذي أمرها الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه ووجهنا لأن ندعوه في اليوم والليلة على الأقل 17 أو 17 مرة في صلواتنا، هو هذا الصراط المستقيم الذي فسر بأنه كتاب الله أو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده، أو أنه الحق. هذه تفسيرات بعض أهل العلم للصراط المستقيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. فالصراط المستقيم هو الدين الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه كتاب الله الكريم، وما عداه فهو سبل متفرقة تؤدي إلى المهالك والرداء. روى الإمام أحمد والنسائي
والحاكم وصححه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وروى ابن جرير في تفسيره بسنده عن أبان بن عثمان أن رجلا سأل أبا ابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، يعني طرق سبل، وعن يساره جواد، ثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الطريق انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فدين الإسلام هو الصراط المستقيم، وسط عدل خير في العقيدة، وسط في العقيدة وعدل في العقيدة توحيد، وفي العبادة عباداته وسط لا مشقة خارجة عن الطاقة ولا هوان، وفي الأحكام ما يتعلق بأحوال الناس، وفي الأخلاق والسلوك، وفي الدعوة إلى الله. وقد عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، وفهمه الصحابة من بعده ومعه حق الفهم، فكان منهم، بل كان منهجهم أعدل المناهج ومسلكهم أوضح المسالك. لكن وجد في الأمة كغيرها من الأمم من زاغ عن هذا المنهج وجنف عن الطريق السوي بنزعة شيطانية، فإن للشيطان نزعتان فيما أمر الله به ونهى عنه: نزعة تفريط وإضاعة، ونزعة إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. وقد كانت وما زالت ظاهرة الغلو والتطرف في الدين شاغلة للناس في حياتهم، مؤرقة لهم في جميع أوقاتهم، بدأت في عهود النبوات وستبقى ما بقيت الأرض والسماوات. منزعها سقيم، وضررها جسيم، ووقعها أليم. وصار على نهج الصحابة بعدهم العلماء الراسخون وأولو الأمر المصلحون، يبينون الحق للمؤمنين ويدحضون شبه أهل الزيغ والضلال من المفسدين. ولعل في حديثنا هذه الليلة من التذكير والبيان والذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله أن ينفعنا بذلك. لعل من المناسب الحديث عن معنى التطرف وأنواعه ومظاهره، وعن المعتقدات الفاسدة ودورها في نشأة التطرف. والتطرف باختصار الآن، ونعني به التطرف من الجانبين كما أشرنا في ما ذكر من نزغتي الشيطان: تطرف وغلو بالزيادة، وتطرف في النقص والخروج والميوعة عن الأحكام وعن الدين. فالتطرف من حيث اللغة له عدة معاني: هو إتيان، يعني الطرف، تطرف إتيان الطرف، أو أخذ الشيء من أطرافه، أو عد الشيء طريفا، أو استفادة الشيء حديثا، يسمى تطرف.
والطرف بفتح الراء من كل شيء منتهاه وبدايته وناحيته أو جانبه، والطرف الطائفة من الشيء أي بعضه، والذي يتعلق بموضوعنا هو الطرف بمعنى حد الشيء ومنتهى. ففي المعجم الوسيط تطرف في كذا، جاوز الاعتدال ولم يتوسط. ومعنى التطرف في الاصطلاح هو الميل عن الميل وعدم الاعتدال. باختصار تكلم أهل العلم كثيرا في معنى التطرف، وإن كان لم يوجد بهذا اللفظ التطرف، لم يوجد في نصوص الكتاب والسنة بهذا اللفظ، ولكن وجد ما يقابله أو ما يؤدي معناه، وهو الغلو، وهذا في الجانب يعني جانب التجاوز في الإفراط. إذن فالتطرف هو عدم التوسط أو الميل عن الاعتدال، إما إلى زيادة أو نقصان. ويفسر أيضا بأنه أو يعبر عنه بالغلو. وقد جاء في كتاب الله لفظ الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. لكن هناك ظاهرة موجودة في الدنيا منذ وجد الخليقة والاختلاف بين الناس، أن الناس المختلفين إلا من رحم الله يستعملون المصطلحات والألفاظ للنيل من خصومهم وأعدائهم، فيقلبون الحقائق أو يصفون أعدائهم بصفات وينسبون إليهم ويصطلحون ألفاظا عليهم ليست فيهم. وهذه ظاهرة، ومنها ظاهرة يعني منها استغلال كلمة التطرف ومعناه. فالعلم بحقائق الأشياء وإدراك مفاهيمها يعد علما ضروريا لإزالة الخلاف بين الناس أو تضييق دائرته. ومما يؤكد ضرورة الاهتمام بمعاني الألفاظ والمصطلحات، كما قلت، أنها أصبحت في الصراع الفكري والعقدي أصبحت أدوات، إذ يهتم أفراد أو أعداء كل فكرة وعقيدة في صراعهم مع الأفكار والمعتقدات الأخرى بالألفاظ والمصطلحات، فيحرفونها ويغيبون القول الحق فيها. وذلك بانتهاج طريقين: أحدهما جلب الألفاظ والمصطلحات الفاسدة وإطلاقها على ما يريدون محاربته من الأفكار والأشخاص والجماعات وغيرها، لتنفير الناس عنهم، لوقع جرس هذه الكلمات الشنيع ومعناه المكروه. والطريق الثاني في تمييع الحقائق وتحسين وتجميل المنكرات والقبائح والأفكار والمعتقدات الفاسدة بإطلاق ألفاظ جميلة ذات معان سليمة عليها، ليحببوها للناس ويزيلوا نفرتهم منها. ومن ذلك مثلا في القديم، في أوائل ما بدأت الفرق في الأمة الإسلامية، حصل من بعض الفرق المبتدعة حيث سموا معتقداتهم البدعية بأسماء ذات معان صحيحة مألوفة عند عامة المسلمين، كما فعل المعتزلة عندما سموا نفيهم لصفات الله سبحانه وتعالى، ينفون الصفات عن الله، وسموا ذلك توحيدا ودعوا الناس إلى ذلك التوحيد، وسموا نفيهم قدرة الله على أفعال العباد سموه عدل ودعوا إلى ذلك العدل. ومن أمثلة ذلك أيضا في الصراع الفكري المعاصر أن فكرة فصل الدين عن الدولة أو عن الحياة العامة وتعطيل أحكام الشرع ألبسها أصحابها جلباب العلم وسموها علمانية، ليسهل دخولها إلى عقول الناس وبلادهم.
ومن ذلك ما تراه في قضية التطرف التي نحن بصدد الحديث عنها، إذ أخذ الغرب يشيعها في إعلامه ويطلقها على كل متمسك بدينه من المسلمين، ثم تلقف ذلك بعض المنتسبين إلى الإسلام ممن يريدون التفلت من عقيدته وشعائره الصحيحة وأحكامه، وأخذوا يطلقون هذا المصطلح أو هذين المصطلحين تطرف، أصولية ونحوهما، يطلقونهما على كل ملتزم بدينه، حتى شاع بين الناس وأصبح بكل أسف يطلق مصطلح الأصولي والمتطرف على من أظهر التزاما بدينه وحافظ على فرائض الله وحدوده، فاختلط الأمر على عامة الناس بل على كثير من مثقفيهم، فلم يميزوا بين الغلاة الحقيقيين المتطرفين وبين الناس العاديين أو المعتدلين. وفي الجانب الآخر نرى الغلاة الحقيقيين حتى في الأمة الإسلامية، بل الغلاة من ينتسبون إلى الإسلام، نرى الغلاة الحقيقيين يطلقون على ما هم فيه من بغي وتكفير للناس وترويع للآمنين، نراهم يسمونه ماذا؟ يسمونه جهادا ودعوة إلى الله وتطبيق شرعه، وكلا طرفي الأمر ذميم وقبيح. وهناك مسلك آخر لفريق آخر يرتكب أبشع الممارسات لمخالفة مخالفة للدين والقيم في الأقوال والأفعال، ويسمي ذلك بأسماء ظاهرها الجمال وباطنها وحقيقتها التطرف الشديد في البعد عن الحق والعدل والدين، مثل كما قلنا العلمانية والليبرالية، حرية المرأة، حقوق المرأة، الترويح عن النفس، ولا يصفون شيئا من ذلك بالتطرف. إذن فمفهوم التطرف في الاصطلاح أو ما عرفه الناس وأيضا في اللغة هو العدول والميل عن العدل أو عن الطريق السوي، ولكن يستغل هذا المعنى وتستغل آثاره العملية التي يرتكبها أولئك المتطرفون للنيل ممن يريدون النيل منه. والآن وهو الشائع في سواء كان في البلاد غير الإسلامية أو حتى في البلاد الإسلامية، استعمل هذا المصطلح وتستعمل تلك الأفعال المنكرة التي يفعلها المتطرفون الحقيقيون ضد الإسلام جملة وضد من ينتسب إلى الإسلام. ولهذا نراهم في اصطلاحهم للتطرف، التطرف متفق على أنه عدول عن يعني ميل عن العدل، لكنهم يعني هؤلاء غير الشرعيين علمانيين ليبراليين وغيرهم لهم تصور أو تنزيل خاص لهذا المعنى يختلف عن تنزيله يعني من المحقين. ذلك التصور يمليه عليهم معتقدهم الديني، ويمكن حصر تصورهم للتطرف فيما يسمونه بتسييس الدين أو إدخال الدين في السياسة وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة. فكل عمل أو فكر يدخل ذلك أو يدخل تحت ذلك تطرف في نظرهم. يقول أحدهم إن أصحاب هذا التيار يعني ما سماهم المتطرفين الإسلاميين، كما نقول ونؤكد على أن في ممن ينتسب الإسلام فيه متطرفون وهذا واقعهم معلوم، لكن هذه الكلمة يطلقونها على كل من التزم بدينه، بل على كل من يبالغ بعضهم على كل من يعني اعتنق هذا الدين الإسلامي. فهذا يتحدث عن المتدينين الذي يسميهم متطرفين. يقول إن أصحاب هذا التيار كانوا وما زالوا يخلطون بين الدعوة إلى الإسلام كدين وعقيدة وأخلاق وبين تطبيق الشريعة الإسلامية لمجموعة من النصوص التي تنظم المعاملات الاجتماعية بين الناس، ثم يبدي رأيه حول ما ينبغي فعله فيقول: ولذلك أرى من المهم من المهام الرئيسية
الملقاة على عاتق العقلانيين، يعني به غير المتدينين، الرئيسية الملقاة على عاتق العقلانيين في مصر، لأنه هو يكتب هذا في مصر، والعالم العربي الدعوة إلى الفصل بين الإسلام والشريعة الإسلامية، يريد إسلاما خاصا به، مما يوضح أن مرادهم بالتطرف الذي ينكرونه ويحاربونه هو تطبيق الشريعة. قول أحدهم إن الاتجاه نحو دين نحو تديين السياسة كان موجودا في برنامج الوفد، حزب مصري قديم وما يزال، في برنامج الوفد الذي قدم في سبتمبر عام 1953 إلى حكومة الثورة، ثورة عبد الناصر ومعه، حيث ضم بندا، هذا المقترح ضم بندا ينص على منع أو تحريم الخمور وإلغاء القمار وما إلى ذلك كمحاولة لتدين الفكر السياسي واستقطاب المشاعر الدينية من خلال توجهات سياسية. ماذا يعني هذا النص؟ يعني أن كل من يحرم أو يدعو إلى منع وتحريم الخمور والقمار والأشياء المحرمة يعتبر متطرف. وللغلو والتطرف أنواع وله مظاهر، ولكي تكتمل الصورة عن التطرف والغلو لا بد من بيان أنواعه ومظاهره، ونوجز ذلك فيما يلي. أنواع التطرف والغلو يدخلان تحت نوعين رئيسيين، أحدهما تطرف وغلو في الاعتقاد والفكر، والثاني تطرف وغلو في العمل والسلوك. ومن أمثلة النوع الأول الغلو في الولاء والبراء، والغلو في التكفير وما نشأ عن ذلك من الغلو في الأئمة وادعاء العصمة لهم، والغلو في البراءة من المجتمع وتكفير أفراده بشبهة المعصية. وهذا النوع من التطرف هو الأشد خطراً والأعظم ضرراً، لأنه المؤدي إلى الانشقاق والفرقة في المجتمعات، وهو سمة الفرق والجماعات الخارجة عن جمهور المسلمين كالخوارج والرافضة من الشيعة ونحوهم ومن سار على نهجهم في عصرنا الحاضر. وأما الغلو والتطرف في السلوك والعمل فهو ما كان متعلقاً بباب العبادات، سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً، ولم يكن ناشئاً عن اعتقاد سوى المبالغة في الحصول على الأجر والثواب. لكن هذا النوع من التطرف في العبادات ونحوها وحتى في الاعتقاد قد يتحول إلى تطرف في السلوك والعمل، فيلحق به يكون خطرا كالخطر الأول. من مظاهر الغلو، من مظاهره واحد، غلو وتطرف متعلق بفقه النصوص الشرعية، غلو في فقه وفهم وتفسير النصوص الشرعية، وهو على نوعين: تفسير النصوص الشرعية تفسيرا متشددا يتعارض مع قواعد الشريعة العامة القطعية ومقاصد الشرع العظمى، فيشدد المتطرف بذلك على نفسه وعلى الآخرين، وغالبا ما يكون ذلك عن جهل بمعاني نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة، كما هو شأن الخوارج الأقدمين والحاضرين. هؤلاء الذين يفعلون ما يفعلون ونالوا من الإسلام بأفعالهم ما نالوا وشوهوا صورة الإسلام بين الناس، إنما يعملون ذلك اعتقادا منهم أنهم يطبقون النصوص الشرعية وهم جهلة فيها. وهؤلاء لهم سلف في الجهل بنصوص الشريعة وبما يفعلون به بالمسلمين، وهم الخوارج الذين خرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا على عثمان وعلى علي ثم على الدولة الإسلامية المتتابعة. ثانياً أو باء، نقول ألف وباء، نوع آخر من التطرف، وهو تكلف التعمق في المتشابه من الألفاظ وعدم ردها إلى المحكمات، وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اثنين من أنواع التطرف، تطرف وغلو يتعلق بالموقف من الآخرين، حيث يقف الإنسان ممن يواليهم، طبعا هذا في الولاء والبراء،
ممن يواليهم موقف المادح الغالي في الثناء حتى يوصل أو يوصل ممدوحه إلى درجة العصمة، بل إلى درجة الألوهية، كما هو شأن الرافضة مع أئمتهم، وشأن غلاة الصوفية مع أشياخهم، وكما هو شأن النصارى مع نبيهم عيسى عليه السلام، وشأن قوم نوح مع صالحهم الذي حكاه الله عنهم. ومن هذا القبيل، وإن كان أخف منه في اعتقاداً ولكن لا يقل تأثيراً منه أو عنه، موقف بعض أتباع المذاهب والفرق والجماعات من مذاهبهم وفرقهم وجماعاتهم ومشايخهم، فلا يرون صواباً إلا ما عليه إلا ما هم عليه، ولا يقبلون ممن يتلقون من عنهم أي أو فيما يتلقون عنهم أي نقاش. وهذا الصنف من الغلاة المتطرفين بمختلف درجاتهم وفئاتهم يقفون من مخالفيهم موقف الذام، هم غلاة في المدح وغلاة في الذم، يقفون من مخالفيهم في موقف الذام القادح، وقد يصم مخالف قد يصم مخالفه أو مخالفه بالكفر حتى ولو كان من أهل ملته. وقد نشأ عن ذلك صور من التطرف العملي السلوكي، أشدها الخروج على الحكام المسلمين لاعتقادهم كفرهم، ومنها اعتزال الجماعات الإسلامية واستحلال قتلهم، إلى غير ذلك من الصور المشاهدة اليوم في عالمنا الإسلامي، بل انتشر إلى غيره. ثلاثة من مظاهر التطرف: هناك مظاهر غلو وتطرف متعلقة بالعبادات، وهذه كما أشرنا إليها قد تكون خاصة بالمتطرف نفسه أو أنها وقد تتدرج إلى ما هو أشد. من صورها إلزام النفس أو الإنسان نفسه بما لا يلزمه أو لا يلزمها به، بما لم يلزمها به الله سبحانه وتعالى، تعبداً ورهبانية، سواء أكان ذلك له أصل مشروع أو زاد عليه وزاد عليه بما لا يدخل تحت الوسع والطاقة المعتادة، كما فعل البعض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في التزام قيام الليل كله وصيام النهار، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو لم يكن له أصل وابتدعه الإنسان من عند نفسه وألزمها به، كما فعله النصارى في ديانتهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم كما قال الله تعالى. ب: أن يحرم الإنسان على نفسه بعض الطيبات، هذا من الغلو في يعني الذاتي، صح هذا التعبير، في العبادة يحرم على نفسه بعض الطيبات والأشياء النافعة التي أباحها الله عز وجل على وجه التعبد، فهذا من الغلو والتطرف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى الله عنه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين امتنع أحدهم عن أكل اللحم والآخر عن تزوج النساء، فقال: إنني آكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. أربعة من مظاهر التطرف والغلو: مظهر آخر يتعلق بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو إلزام الآخرين برأي أو مذهب معين في مسألة اجتهادية مما يسوغ فيها الاجتهاد، ويكون الملزم بذلك الداعي إليه وملزم للناس به ليس له حق الإلزام. نعم، الحاكم ولي أمر المسلمين قد يجوز له أن يختار مما اختلف فيها للعلم رأيا أو قولا يرى فيه المصلحة العامة للناس فيلزمهم بها، لكن غيره الدعاة الوعاظ الناس العاديين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس من حقهم أن يلزموا غيرهم بما يخالفونهم فيه. وكذلك الإنكار على المخالفين فيما يفعلونه بناء على اجتهاد مشروع أو تقليد جائز. لعلنا نعرج قليلا على أسباب التطرف. للتطرف والغلو أسباب عدة، أهمها اعتناق المذاهب الفاسدة المبنية أصلا على الجهل بأحكام الشريعة أو على هوى النفس وشهواتها. لكن نحن نقول معتقدات فاسدة ما من أحد من أصحاب المعتقدات والمذاهب يقول عن معتقده ومذهبه أنه مذهب ومعتقد فاسد، الكل يدعي أنه على الحق
وفي الأمة الإسلامية الكل يدعي أنه على المنهج الصحيح في الدين الإسلامي، وهذه دعاوى، ولا يجوز ولا يمكن لأحد أن يجزم بفساد مذهبه أو معتقد غيره وصحة مذهبه أو معتقده من غير دليل صحيح. نعم قد يرى أن مذهبه صحيح، لكن قاعدة معروفة عند أهل العلم الأئمة الكبار يقول هذا قولنا صواب، قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا نراه هو في اجتهادنا خطأ يحتمل الصواب، لا يجزم بخطأ غيره. لكن هناك قواعد ومقررات ويعني أمور قطعية لا تحتمل الاختلاف، سلكها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم ونهجوا هذا المنهج، فهذه من خالفها بلا شك سيكون أو يعني يحكم على معتقده أنه معتقد فاسد، وهذا الحكم يكون عليه صحيحا. فما هي المنهج الصحيح الذي السليم الذي لا يحتمل الجدل إلا من مكابر، ليكون ذلك نتخذه ليكون أصلا وقاعدة نبني عليها ونستند إليها بصفتها الصراط المستقيم، والعدول عنها خروج عن ذلك الصراط. المنهج الصحيح الذي نحن بصدد بيان ما يخالفه هو نأخذ منه يعني أمور واضحة جلية لا تقبل الخلاف. مثلا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من المسلمين سواء في العقيدة، محل اتفاق، سواء في العقيدة أو في قواعد الأحكام وأصول التشريع وطرق الاستدلال ومن ذلك اعتقاد أن العصمة إنما تكون لرسل الله فيما يبلغون عن ربهم ولا تكون لأحد من البشر سواه. هذا مبدأ وقاعدة مقررة في دين الله وفي الأديان كلها وحتى في الفطرة، العصمة من الخطأ والنقص لا تكون وخاصة في أمور الشرع والدين لا تكون إلا لمن عصمه الله، ومن عصمه الله في هذا هم أنبياؤه ورسله، فمن ادعى العصمة لغير هؤلاء إذن فمعتقده في هذا فاسد. اثنين، اعتقاد أن من ثبت إسلامه لا يجوز الحكم بكفره بسبب معصية ارتكبها غير الشرك الأكبر أو جحد ضروري من ضرورات الدين. هذا محل اتفاق بين المسلمين أن المشرك أن من ثبت إسلامه لا يقال لا يجوز أن يكفر إلا إذا ثبت كفره شركه بالله أو جحد ضرورياً من ضروريات الدين كجحد ركن من أركان الإسلام، الصلاة، الحج، الصوم إلى آخره. هذا لا ينبغي أن يكون محل خلاف. ثلاثة، أن أحكام الشرع إنما تؤخذ من أدلتها المعتبرة وليست بالهوى والعقل المجرد. أربعة، أن ما ثبت من أحكام الشرع بالدليل القطعي لا تجوز مخالفته برأي أو اجتهاد. خمسة، أن ما طريقه الظن والاجتهاد لا يجوز الإنكار على المخالف فيه إذا كانت مخالفته مبنية على اجتهاد صحيح أو تقليد مباح. ستة، أن العصبية لجنس أو مذهب أو جماعة أو فرد أو حزب أو غيرها أمر مذموم شرعا وعقلا. هذه لا أظن عاقل غير مكابر يخالف فيها، ومع ذلك قد وجد ممن ينتسب إلى الإسلام قديما وحديثا من يجادل في بعض هذه المقررات القطعية عند عامة أهل السنة والجماعة ويعتقد خلاف بعضها، وبناء على ذلك فمن اعتقد خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة في هذه القواعد الثابتة بأدلتها المفيدة للقطع واليقين فمعتقده فاسد نقوله ونحن مطمئنون أمام الله سبحانه وتعالى. ومن أكبر الفرق المنتسبة إلى الإسلام المخالفة لبعض هذه القطعيات الخوارج والروافض. الخوارج حيث خالف الخوارج فكفروا المسلمين بالمعاصي، بل كفروا الصحابة وأكثر الصحابة، وتفرع عن ذلك أمور باطلة كثيرة منها استحلال دمائهم، وهذا ما نراه ونشاهده اليوم. وخالف الروافض بعض تلك القواعد فادعوا العصمة لأئمتهم وكفروا عامة الصحابة
وكل من خالفه في معتقدهم هذا، وتفرع عن ذلك معتقدات فاسدة أخرى. وخالف بعض الناس في بعض ما ذكرنا من أصول وقواعد أخذ الأحكام من أدلتها، فاعتقدوا اعتقادا فاسدا في أخذ الأحكام من غير أدلتها، أو في استبدال بعض الأدلة الشرعية كالسنة المطهرة بما لا يصلح أن يكون دليلا، أو في مخالفة القطعيات من الأدلة الشرعية بالرأي المجرد ودعوى المصلحة وغيرها، أو في اعتقاد أن مذهبهم وجماعتهم أو شيخهم أفضل من غيره وأولى بالإجلال والاتباع. وقد نشأ معتقد نشأ عن معتقد فرقتي الروافض والخوارج ما نراه اليوم من خروج على المجتمعات الإسلامية واستحلال الدماء وهتك الأعراض وتخريب الممتلكات، وإن كان ظاهر في الصورة هم أكثر أشباه يعني ظاهر أكثر هم أشباه الخوارج، إلا أن الروافض الذين يعتقدون تكفير عامة المسلمين يساندونهم في الخفاء ويدعمونهم بوسائلهم وطرقهم الماكرة التي اشتهروا بها. هذه لمحة عن جانب التطرف والغلو من جهة الإفراط والزيادة عن الحد المأمور في دين الإسلام. وهي نزغة شيطانية بلا شك كما أسلفنا. هناك نزغة شيطانية أخرى، وهي نزغة التفريط والتهاون والإضاعة لما شرع الله. تفريط والتهاون بما شرع الله وأمر به أو نهى عنه، وذلك لا يقل خطورة عن خطورة الغلاة المفرطين، بل هو أحد أسباب ذلك الغلو المفرط، ألا وهو تطرف غير المتدينين وغير المسلمين، حيث إن غير المتدينين يعتنقون عقائد ويحملون أفكارا مناهضة لأصول الدين الأساسية وقواعده الكلية ومقاصده القطعية وأحكامه الضرورية، فيدعون إلى ترك الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة، وإلى استباحة المحرمات المتفق عليها بين أهل العلم، ويرون أن ما هم عليه من الضلال والبعد عن شرع الله ومحاربة أهل الإيمان يرون أن ذلك رشدا وعقلانية وتنويرا ومسايرة لحياة العصر الحضارية المتسامحة المتقدمة، وترون ذلك أنتم أيها الإخوة في مختلف وسائل الإعلام، بل في الساحة الواقعية في الدنيا. ويعتبرون أن كل من يذكر الناس بشرع الله ويدعوهم إلى طاعته ومرضاته ويحذرهم من معصيته والوقوع في غضبه، كل من يلتزم ذاته هو بنفسه بأحكام الدين في حد ذاته، يعتبرونه أصوليا متطرفا بحيث يجب إسكاته ومحاربته ومنعه من يعني مهما لان القول لهم وسهلت معاملته وحسنت موعظته، لا يقبلون منه شيئا ما دام ملتزما بدينه. هكذا نرى أن الإسلام وهو الصراط المستقيم له قواعد وضوابط وأدلة قطعية ومنهج صحيح سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته معه ومن بعده، وأرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم توضح لنا ما يمكن أن يخفى على بعض الناس، وأهل العلم يبينون ذلك ويوضحونه، وهذا هو السبيل المستقيم، ومن خرج وحاد عنه يمينا أو يسارا فقد خرج على الطريق والصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يتقبل منا هذه الدعوة التي نكررها في صلواتنا 17 مرة على الأقل في صلاة الفريضة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والتقوى والصدق معه والبر والإحسان وطاعة الرسل، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم كل من عمل ما يغضب الله سبحانه وتعالى من المنكرات والمحرمات، والضالين أيضا ممن يفعل ذلك ويبتدع بدعا
يحسب أنه فيها على حق وهو على ضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا وأن يحسن أقوالنا وأعمالنا وأن يجعل آخر أعمالنا خواتيمها وآخر أعمارنا أو أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع عن هذه الأمة هذه البلوى التي ابتليت بها، وهو بلاء وامتحان بلا شك، لكننا نتمسك بحبل الله المتين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج هذه الغمة ويزيل هذه الظلمة من ساحة المسلمين، وأن يعيد من ضل إلى رشده، وأن يهدينا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.